اسمي الدكتور محمد العابد بجامعة الهاشمية الهندسة الطبية. اليوم ما بدي احكي لكم عن الهندسة الطبية، بدي احكي لكم عن لحظة خوف انا عايشها. اليوم في هذا التاريخ بدي اخذكم برحلة عبر الزمن. اليوم هو الجمعة، احنا بمنطقة طارق شمال شرق عمان اللي بعرفها طبربور، والتاريخ 24/3/2017. هذا المشوار صرت امشيه كل يوم، لازم امشي من بيتنا منطقة طارق، امشي بجنب قرية الاطفال، انزل الوادي المعروف عنا اسمه جبل الروسي، وادي قوي، بدي اطلع طلوع، بدي اكمل مشواري حتى اوصل محطة السلمان. المشوار تقريبا 800 متر 900 متر. بطلع على تليفوني، الشحن خالص، الكهرباء مقطوعة صار لها 6 ساعات، وهي جزء من عملية تقشفية الحكومة اللي ماشية فيها، تنقطع الكهرباء كل 6 ساعات 6 ساعات من حارة لحارة من منطقة لمنطقة، ما في كهرباء. بضطر أمشي والقلن بداي، بدي أمشي المشوار هذا كامل، القلن فاضية بس برجع القلن مليانين بأربعين لتر ديزل وعشرين لتر كاز. هاي حصتي وحصة عيلتي للأسبوع كامل، لازم يكون معي دفتر العيلة عشان أثبت. الطريق طويلة، وبعرف لما أوصل على الكازية راح يكون في دور طويل، راح يكون في مشاكل، راح يكون في شرطة. صار جزء كبير من دور الشرطة إنها بس تحمي صهاريج الوقود، تحمي محطات الوقود. الدور طويل ولازم كل واحد يمشي فيه لأنه الدنيا برد، وهاي الطريقة الوحيدة الناس صارت تدفى. المصفات البترول صار الوضع فيها كثير صعب، بطلت تلحق على الكازيات، بطلت تلحق بنزين. اللي معه مصاري يشتري شوية بنزين، صار دور طويل يمتد لمئات الأمتار للسيارات، كل واحد بيحاول يلحق حصه من 20 لتر بنزين. المصفات البترول مهترئة، عدد السكان 8 مليون نسمة بالأردن، وبطل في إمكانية إنك توفر مصادر الطاقة كلياتها هاي لكل السكان، ففي عندنا أزمة خانقة. الناس اضطرت تحطب كل شيء، الشجرة تحطب، قرية الأطفال اللي احنا فيها وساكنين جنبها تحطبت، الشجر كله راح، حتى برقش اللي صار عليها معركة كبيرة بسنة 2010 و2011 و2012، بدهم ياخذوا جزء صغير بس منها، يشيلوا الشجر منه عشان يعملوا أكاديمية عسكرية. هيك كانت صورتها ب 2012، خضار وشجر وحلاوة وكل شيء، كلها راحت، كلها تحطبت، حتى الشجر اللي بالمنطقة الرصيف الموجود تحطب راح. الخشب اللي استعملوه للأعلام واستعملوه لليافطات والمظاهرات كله تحطب عشان الناس تدفع عليه، لأن لما تيجي تحط الواحد قارنه بين حريته وبين جوعه أكله راح يختار جوعه أكله بالنهاية. في ناس لا، بس بالنهاية بالأخير أنا بدي أكل وأجوع، بدي أكل ودفي حالي. كيف صرنا للحالة هاي؟ 24/3/2017، سكان الأردن 8 مليون وبالزياد مستمر، تضخم 10% شهري، سعر البترول عالميا وصل 200 دولار وبالزياد، وصار عندنا توقف تام للعجلة الاقتصادية، عجز دولة عن إعطاء الحاجات الأساسية وللطاقة وللاستهلاك المحلي، وبطلنا نوصل لمرحلة نقدر نمشي فيها لقدام. الدخل الإجمالي للدولة كله نزل. كيف وصلنا لهون؟ كله بلش من قبل 2011 لما كانت السياسة الاقتصادية كلياتها إنه مش مشكلة، بنعتمد على المساعدات، نعتمد على بترول جيراننا، نعتمد على مصاري من هون وهون، وبنضلنا زي ما بيحكوا بالإنجليزي kicking the can down the road، بس بندز هالمشكلة، غيرنا بتحمل مسؤولية، غيرنا بتحمل مسؤولية. لما اجت سنة 2011 وتفجيرات الغاز، الانبوب الغاز المصري وصلوا 13 تفجير، وكنا نخسر 5 مليون دولار يومي،
أو ما يعادل 1.8 مليون دولار سنوي. بال 2012 زادت الخسائر، سنقرأ أكثر أن الخسارات لهذه السنة راح توصل 3.4 مليار دولار سنوي. وتراجع عنا التصنيف الانتمائي للدولة، كنا بي بي بلس صرنا بي بي. شو معنى الحكي هذا؟ لما نكون بي بي بلس وننزل بي بي يعني الاقتراضنا للديون صار أغلى، صرنا الدولار اللي بنشتريه اللي بناخذ دولار بدل ما نسده دولار وست سنتات صرنا نسده دولار وثمانية ودولار وتسعة، معناته الدين عنا زاد. صار عندنا حركة كويسة ب 2012 والناس انوعدت فلوس واللي بيجي يجي 100 دينار و50 دينار و30 دينار بهيكلة الرواتب. لكن صار بعديها زيادة أولى للكهرباء، تعرفت الكهرباء، وجاء بعديها زيادة ثانية أكلت كل هيكلة الرواتب. ما ظل حدا اللي صار اللي كانت فاتورته ب 30 و40 دينار صارت ب 60 و70 دينار. ب 2013 اجى الصيف الأردني اللي اجى سنتين بعد الربيع العربي. الصيف الأردني حرق كل شيء، اضطرت الدولة ترفع الزيادة كمان مرة للكهرباء. أول زيادة كانت تشمل 8% من المستهلكين اللي هم أعلى فئات الاستهلاك. ب 2013 شملت لحد 60 و70% من المستهلكين، الكل تأثر وصارت الكهرباء كثير غالية وصار عندنا الزيادة المركبة. لانه مش بس انا قاعد بسهلك، اللي بده يبيعني اللي بده يبيعني المجمدات اللي بده يبيعني الخضره اللي بده يبيعني كل شيء صار هو يزيد السعر علي كمواطن وكمستهلك. اضطرت الحكومه ترفع الدعم على المشتقات النفطيه كامله. وبعديها اجت 2014 محاوله يائسه لانه الدين العام قاعد بزيد والانتاج المحلي مش عماله بغطي كل الامكانيات هاي. وباللحظة اللي بيصير فيها تساوي للدين العام للدولة كلها مع إنتاجها المحلي، هذيك اللحظة الدولة فلست. وهذا صار باي سند بال 2009 بعد سقوط الماركت. وصار ب 2011 مع اليونان لما بطلت قادرة الدولة تسد ديونها. وبال 2014 شافت الدول المانحة والدول المقرضة أنه الأردن وضعها عماله بصعب وبصعب، رد نزل مش قادرين عارفين ما راح نسد ديوننا، فتراجع التصنيف الائتماني كمان مره. ولاول مره بال 2014 وصل سعر البترول عندنا 170 دولار. 2015 فلس الدوله. لاي واحد عنده حسبه رياضيات بسيطه، مش اي بدناش اقتصاديين ومفكرين ودكاتره، اي واحد عنده حسبة رياضيات لما يشوف السعر العالمي للبترول بتزايد واعتمادنا على حرق النفط الخام عشان نعوض الغاز وقاعدين نتكلف 3 و4 مليار دولار سنوي بحسبة بسيطة، لما يشوف قديش احنا قاعدين نتداين على قديش قاعدين نعمل انتاج، بحسبها بثلاث اربع سنين دولة بتفلس. وال 2017 هينا وصلنا لها مفلسين وحاملين معنا اغلال البنزين، معناش مجال. هيك وصلنا لهاي اللحظة. اجت الدول المقرضة صارت تعطينا سياسات تقشف، صارت تجبرنا نعمل شغلات معينة زي ما هم بدهم. بطل في اي نوع من السيادة للدولة، بطل في اي نوع من قرارنا الداخلي، قرارنا انه احنا نحكي لا انا بدي اعمل الشغل الفلاني، مش لانه الدولة الفلانية بتحكي لي اسوي زي هيك، مش لانه البنك المالي الدولي بيحكي لي او صندوق النقد الدولي بيحكي لي. احنا وصلنا 2017 وهياتنا مجبرين على سياسات احنا ما بتعطي اي واحد من 8 مليون نسمة اي شيء بدهم اياه. لكن بحكيها مع ابتسامة، لساتنا ب 2012. We are not there yet. هل هو حلم؟ ولا هل هو كابوس؟ ولا هو حقيقة واقعة؟ بدي احكي لكم اياه. احنا بالتيدكس إربد كان التحدي اسم الايديا الثيم انه تحدي الواقع، تشالنجينج رياليتي. الشغله الوحيده اللي خطرت على بالي احنا عشان نتحدى الواقع بدنا نعرف شو الواقع اللي احنا فيه، والواقع اللي احنا فيه هو 2017 اللي انا شايفه. ممكن حد يحكي هذا رايك الشخصي، ممكن انت متشائم جدا،
لكن أنا عندي شوية فكر وعندي شوية حسبة الرياضيات بعد صف رابع تحكي لي إحنا على الحسبة هاي ما راح نصير، وظلت حكومة بعد حكومة بعد حكومة تحكي لا هذا الحق على اللي قبلي وبدي أعطيه للي بعدي. راح نوصل 2017 راح نحمل جلان البنزين اللي هيهم نفسهم تبعون أهلي اللي بالثمانينات استعملناهم راح نرجع عليهم. فهذا كابوس وهو واقع. هل اللي صاير عندنا عداد ماشي بسرعة، قاعدين نمشي بسرعة احنا، والفاتورة قاعد بزيد 5 مليون دولار يومي، وناس بيحكوا هلا 10 مليون دولار يومي، يعني بنحل مشكلة المعلمين كلياتها بيوم، وساكتين وقاعدين وقاعدين نستهلك وقاعدين نمشي بدون أي نوع من الإجراء إنه نسرع العملية عشان نشيل اعتماديتنا على أي واحد ثاني براني يحكينا شو نسوي. والشغلة هاي ما راح تروح لحالها، يعني الشتاء على الأقل على الأقل حتى لو إحنا عندنا نوع من النقص بالأمطار على الأقل بنحكي من ربنا بيجي الشتاء بتيجي سنة كويس سنة لا، بس طاقة هاي ما بتحل حالها لحالها. البترول ما راح ينزل سعره، عدد سكان الأردن ما راح يتناقص، حاجاتنا وبذخنا واحتياجاتنا لكل الكهرباء ولكل الوقود ولكل السيارات ما راح تتراجع، فالزيادة راح تكون لقدام وراح يصير في تسارع، مش بس سرعة عادية، تسارع بالوصول لنقطة الصفر. حلمي حلمي أوصل لأردن مستقل مستقل بطاقته بناء على الطاقة البديلة، الطاقة المتجددة مش البديلة. الطاقة البديلة بتشمل النووي، أنا لا بدي طاقة متجددة، طاقة تعتمد على البيئة، تعتمد على الشمس، تعتمد على الرياح، تعتمد على الجيوثيرمال، ويكون كلها بإنتاجية محلية وإنتاجية إلنا. إذا مثلا نطلع على شوية رياضيات شوية حسبة، إذا نطلع على مصادر الطاقة العالمية نلاقي النفط الفحم والغاز الطبيعي بتمثل أكثر من 3/4 إلى 80% من احتياجات الطاقة العالمية. النووي جاي تقريبا 5.1، وإذا بنلاقي الشمسي والحرارة الباطنية يدوب بأخذوا أعشار من المية. بالأردن القصة بتختلف كثير. اعتمادنا فقط 1.6% على الأنظمة الشمسية، وهي إيش؟ سخانات شمسية على البيوت. تقريبا 15% من منازل الأردن عندها سخانات شمسية. الباقي كل اعتمادنا على نفط وغاز إحنا ما بننتجه. فاعتماد كل تخطيطنا المستقبلي بيعتمد على سعر نفط عالمي، على السوق العالمية، على إشي ما رح يكون موجود بعد 50 سنة. وين الاستقلالية بالموضوع؟ إحنا بنستورد أكثر من 96% من حاجاتنا من الطاقة، وهي أرقام 2010، ولحد هلا بيحكوا بدنا نعمل نووي، النووي اصلا ما راح يوصل غير 2018 2020 اذا صار. وبنفس الوقت راح يكون عندنا تبعيه وراح يكون متجاوز نقطه 2017 اللي انا شايفها، متاخر جدا راح يكون. الاردن عندها مصادر هائله من الطاقه المتجدده، هون مصادر مناطق الاشعاع الشمسي، والاردن فيها جايب ثاني أعلى منطقة بالعالم من ناحية الإشعاع الشمسي. كنا بنعرف الأردن صحراء فيها كثير شمس، وفيها أكثر من 300 يوم مشمس بالسنة. معدل الساعات 9 ساعات، يعني بالصيف 14 ساعة، بالشتوية بتنزل 6-7 ساعات تقريبا. وعندنا أعلى من معدل السنوي للرياح، لكن عندنا أهم شغلة، عندنا أكبر عدد مهندسين بالعالم كلياته. عندنا لكل 73 مواطن أردني عندنا مهندس. بريطانيا 1 من كل 312، بأفريقيا 1 من كل 6000. فعندنا هاي الطاقة المتجددة اللي عندنا، مواطنينا مهندسينا مفكريننا اللي عندهم حرية الرأي، حرية الاستقلال، حرية التفكير، وحرية أخذ التحدي. بدنا نتحدى من هاي الواقع اللي بدنا نسويه، وهي الشغله بدنا نشتغل عليها. كيف بدنا نخفض الفاتوره؟ لازم نشتغل على مستوى فردي، مستوى مؤسسات، مستوى حكومه. المستوى الفردي هو اصعب مستوى، لانه قاعد بطلب منك تغير عاداتك،
تطفي الضوء لما تطلع من الغرفة، ما تستعمل السيارة، تحاول انك تغير كل اضواء البيت لترشيد طاقة، تحاول انك تدفع اهلك، خاصة هل الموجودين اللي اعمارهم فوق المواليد 90 وفوق جنريشن واي، انتوا اللي بتضغطوا على اهلكم يجيبوا السيارة الالكتريك، او انهم يحاولوا يخففوا استهلاك البيت من الطاقة، تنزل الفاتورة البيت. بدك يكون لك دور لما انت تطفي الضوء وتحكي انا ساعدت الاردن لاني انا ما استهلك طاقة ورفعتها على الناس الثانيين. فهاي بدها تغيير فكر، زي ما سمعنا بالبرزنتيشن اللي قبل هيك، بدها تغيير فكر، بدها تغيير عادات. مجرد انك توفر على طفيتك للضوء هاي بتوفر على الدولة 1.65 مليون دولار شهري او دينار شهري، مجرد انك تطفي الضوء. هاي مقدار الوفر بس لتوفير الإضاءة اللي ما لها داعي. تحول لمسابيح الطاقة زي ما حكينا، العزل الصحيح للمنازل. هلا المؤسسات، الشركات الكبيرة لازم هي تبلش من عندها زي مشاريع خاصة، تحاول انها تتوجه للطاقة المتجددة، تستعمل البانلز اللي يسمى فوتو فولتيك او الفوتو فولتية اللي بتستعمل الطاقة المتجددة وطاقة الشمس مباشرة تحولها لطاقة كهربائية. الحكومة عليها دور كبير، بس احنا اللي بدنا نضغط عليها، احنا اللي بدنا نخليها تسوي. لانه من قرأت كثير تقارير من 2000 و2007 و2009 و2010 هم بيحكوا بدنا نزيد، بدنا نزيد، بدنا نعمل، لكن ما حد بيعمل. عندنا قانون الطاقة اللي هو قانون مؤقت رقم 3 ل 2010 اللي هو قانون الطاقة المتجددة وتشييد الطاقة. نزل قانون ونزل بالجريدة الرسمية، لكن لسه نستنى التعليمات. القانون شو بيحكي؟ بيحكي انا بقدر اركب بانلز للطاقة المتجددة للشمس وأبيع لجيراني بسعر كويس، بس لحد هلا ما بقدر أسوي هيك. بيحكي إنه بتقدر تنزل شركات تشتري لها 10 دنم، كل 10 دنم من الطاقة المتجددة تقدر تعطيك 1 ميجا وات اللي بتقدر تعطيه 1000 بيت. فتخيلوا لو حطينا بعقلنا الموضوع هذا، استثمرنا كل طاقتنا، كل الطاقة الأردنية، كل اللي الفلوس اللي عندنا نحطها بشغلة زي هيك، نقدر نصدر لجيراننا، نقدر إحنا نصدر طاقة للسعودية، صدر طاقة لمصر ولسوريا، وعبر سوريا نودي لأوروبا. عندنا القدرة، عندنا العقول، بس بدنا، عندنا سوء إدارة مش سوء طاقة، عندنا سوء إدارة بنقل الفكرة هاي. فبدنا نوصل مرحلة إنه هاي يكون هدفنا، لأنه إذا ما كان هذا هدفنا ما رح نشوف 2017. برجع بأكد على فكرة الويك أب كول، الويك أب كول أو نداء اليقظة، وبتمنى الكل يحاول يشارك فيه ويساعدنا بالاستبيان والبتيشن، انه نحاول نوصل لوزير الطاقة نحكي له بدنا هلا تشتغلوا، مش بكرة، مش بعدين، ولا 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 بعد بكرة، بدنا هلا من امبارح تبلشوا على مشاريع للطاقة المتجددة. تحاول انك توصل لمرحلة تحط بالشمال وبالجنوب وبوسط الأردن بالمناطق النائية، تعطيهم طاقة شمسية، تعطيهم طاقة جيوثيرمال، تحاول معهم. لانه اذا ما سويت هلا معكيش وقت، والوقت قاعد بيمشي. بدي احكي لهم بس ارجوكم لا ترجعوني اعبي بنزين وديزل. شكرا.